القاعة المغطاة بالحجب معنا النائب الأول لرئيس فريق الأمل الرياضي لكرة السلة الأول لرئيس محمد فريق الأمل الرياضي لكرة السلة الأستاذ محمد اليابوري تحية لكم أستاذ تحية رياضية قبل كل شيء يا حبذا لو تحدثنا كورقة تقنية عن فريق الأمل الرياضي you
quoi? الآن مباشرة من القاعة المغطاة بمدينة الحاجب نستقبل اللحظة السيد النائب رئيس فريق الأمل الرياضي الحاجب لكرة السلة الأستاذ محمد اليابوري، فليتقدم لنا ورقة تقنية عن فريق الأمل الرياضي لمدينة الحاجب. السلام عليكم. اول شيء تنشكركم على التغطيه وعلى الاستضافه اللي جيتوا عندنا وشرفتونا في التدريب ديال الفريق اللي تصبر في الاجواء ديال هذا اليوم. اول شيء هو فريق امل رياضي الحجم لكره السله المنتمي للقسم الوطني الاول، تاسس عام 2006 عن طرف بعض الغيورين وبعض اللاعبين كذلك. تيمارس مجموعة من الأهداف الحمد لله، كانت الصعود الموسم الماضي للقسم الأول، وهذا الموسم كانت الغاية الصعود للقسم الممتاز، لكن الظروف والأجواء اللي فيها كرة السلة في المغرب عامة اللي هي متوقفة لأسباب من الوزارة الوصية اللي وقفت الجامعة كل وقفت جميع الأنشطة الرياضية لكرة السلة. نتمنى خير أنها تستمر كرة السلة وأنها تتطور وكذلك تتطور في المدينة إن شاء الله. نعم، فكرة السلة في المدينة نعرف عنها تاريخ مشرف منذ زمن بعيد، ولكن نتطلع للمستقبل، فهل هناك تطعيم الفريق بلاعبين جدد بطاقات شابة باستراتيجية خلاقة، يعني استراتيجية قد تتخطى بعض المعيقات الإدارية أو التقنية؟ والحمد لله الفريق تيقوم بجميع اللازم ديالو باستقطاب لاعبين ممتازين. الحمد لله الان هذا الموسم اننا افتتحنا المدرسه ديال كره السله، تنقوموا بالتسجيل ديال الاطفال الصغار ابتداء من 4 سنين 5 سنين ان شاء الله غيكون الخلف موجود. وكرة السلة في المدينة رغم انها ماشي واحد ما عندهاش واحد الشعبية كثيرة، لكن مع المجهودات ديال السيد الرئيس والمكتب المسير قدرنا ان نرجعوا لها الاشعاع ديالها، واللي كان منذ زمان بعيد كما قلت في عهد كولوفري الله يرحمه. الحمد لله تنحاولوا ما امكن نعطيو واحد الطفرة نوعية في المدينة لكرة السلة، نعطيو واحد الاشعاع نحمروا الوجه ديال الجماهير ديال الحاجب وكل الغيورين عن كرة السلة بمدينة الحاجب. نعم، فتاريخ كرة السلة أو الرياضات الجماعية بالمدينة بالخصوص كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة غائبة، فنتمنى جميعا من بعض المسؤولين أن يمدوا كل الفرق سواسية بدون امتيازات أو بدون يعني سواسية، فريق يساوي فريق بكل المعدات وبالخصوص المدارس الكروية كمدرسة الأمل الرياضي لمدينة الحاجب التي نهنئ المدينة بهذا المولود. آخر كلمة أستاذ للشباب المتردد، فنحن نعرف جمهور مدينة الحاجب جمهور حي يموت مع الفريق ويحيا ليصعد الفريق، فما أي رسالة توجهون للشباب المتردد الذي لا يعني لا كرة قد يخترق بالطاقات السلبية؟ والحمد لله في مدينة الحاجب تنتوفر على شباب مثقف، شباب رياضي تيخصو صراحة خص العناية، وخص المنشآت الرياضية تزاد في المدينة، لحقاش قاعة وحدة ما كافياش باش أنك تطور واحد الرياضة.
تتمنوا انهم يشوفوا جميع الرياضات كيف ما كانت، وان لما لا انشاء نادي رياضي لكره الطائره اللي ما كاينش، وتتمنوا مساعدات كثيره انها تقدم للرياضه في مدينه الحاج، لان هناك شباب كثير، والحمد لله عندنا مدينه الحاج فيها الشباب اكثر من الشيوخ اللي هو هرمي الحمد لله، وحنا نقوم بجميع المجهودات باش نطوروا هاد الشباب ونجمعوهم ونعطيوهم واحد التربيه رياضيه ان شاء الله، وان شاء الله غيكون خلف في الرياضه في الامل الحاج ان شاء الله، وفي كره السله بشكل خاص اللي حنا تنأملوا اننا نعطيو واحد ولو القليل لهاد المدينه اللي عطتنا الكاس الشيء، وان شاء الله المدينه غادا في واحد التطور، وان شاء الله غتكون نتائج ويكون خلف ويكونوا رياضيين بامتياز مدينه الحاج. شكرا، تشكركم هيئة قناة الدهاش اليوتيوبية بطبعة الحال، وتعدكم إن شاء الله بالنقل المباشر لإحدى القنوات إن بطبيعة الحال رخصت لنا السلطات وبعض المسؤولين. شكرا أخي، وإلى اللقاء في فرصة قادمة. تشكروا قناة الدهاش وتنرحبوا بجميع القنوات وترحبوا بكم مرة أخرى، وشكرا على هذه التغطية وشكرا على هذا الاهتمام برياضة كرة السلة في مدينة الحاج. شكرا أخي.